والله غريبة، كل هذا الهدوء والانتخابات على الباب. اتعودنا على التسقيط وطعن الأشراف، شغل بعض الأحزاب، شغل مخل بالآداب. والله غريبة، يا ترى ما الأسباب؟ منو بيكم عند جواب يشاركنا رأيه؟ وإلى الأجر والثواب. والله غريبة هاي الصنطة، يعني معقولة تم الانتخاب قبل الانتخاب ذهاب وإياب واندفع الحساب، وإحنا ما زلنا نفكر بالصعاب ونجزل الخطاب عن الواجب والصواب. والله غريبة حالة تدعو للارتياب، هل تشتعل الأمور دون نار أو عود ثقاب؟ ويحصل انقلاب يقلب البلاد على الأعقاب، ويحل الاضطراب ويكشر لبعضهم عن الأنياب. والله غريبة، أصحاب السمو والمعالي والفخامة والزعامة مع حفظ الألقاب، معقولة صرتوا أصحاب وعند الانتخاب يهان المرء أو يثاب؟ إذن لكم منا أشد الإعجاب، أو جرى الانتخاب قبل الانتخاب؟ واللي يقول لك غيره قل له كذاب، كل ذلك وصدى في صدانا. معنا في حلقة جديدة من برنامج صدى الحدث، ونرحب بالكاتب والصحفي الأستاذ عبد الجبار المشهداني. أهلا بك أستاذ عبد الجبار. أهلا وسهلا بك ستي العزيزة، أهلا بك وبجمهوركم الكريم وبقناتكم الكريمة. أهلا بك، حياك الله أستاذ عبد الجبار. إذن الانتخابات ربما ستجرى بعد نحو أسبوع من اليوم، كيف يبدو لكم المشهد الانتخابي؟ مرحبا مرة أخرى. أهلا بك. المشهد الانتخابي ربما لا يختلف كثيرا عن مما سبقه من مشاهد انتخابية 18 14 10 واكبت كل هذه الانتخابات. آليات والاستعدادات للانتخابات والترويج تقريبا ظلت واحدة، دعوات عشاء وغداء ووعود مقدمة سلفا من مرشحين، ومشهد انتخابي يعتمد نسبة كبيرة من النفاق بين طرفين. طرف يقدم وعود هو يدرك تماما أنه لن يكون قادرا على الوفاء بها مستقبلا، والطرف الثاني المستمع والجمهور يدرك أنهم يحتاجون إلى تصويت الآن وإلى أصوات من أجل الوصول وسيتركوه بعد ذلك. على الأقل هذا ما أثبتته الانتخابات السابقة، ربما يتغير الحال هذه المرة مع هذه الكتلة أو تلك يمكن، ولكن إجمالا يمكن القول أن عدد كبير ممن سيفوزون لن يكونوا صادقين وأوفياء مع جمهورهم. نأمل أن يكون حال مناطق ظلمت كثيرا وهمشت كثيرا أفضل من غيرها من حيث الوفاء بالوعود، نأمل ذلك. ولكن الحقيقة كي لا نبدو متشائمين أو متفائلين نقول بالقياس إلى كل العملية السياسية وإلى المسموح وغير المسموح لهذا المكون أو ذاك، يبدو أننا في طريقنا إلى استمرار مسلسل التهميش والعزل التام، وعليكم أن تقبلوا بهذه النسبة اللي هي أقل من 20% والباقي يترك للأخ الأكبر اللي هو يقود البلاد ومتحكم في كل المناصب الأساسية. نعم نعم. طيب، يعني حتى مع كل الضمانات،
حتى الساعة التي قدمت أستاذ عبد الجبار تلك المتعلقة بعملية المحاكاة الأولى والثانية والثالثة التي أجريت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حتى مع ذلك الاهتمام الدولي كذلك الأوروبي الأممي بخصوص ضرورة الرقابة على الانتخابات أو الرقابة في الانتخابات المقبلة، مع كل ذلك يعني ربما وصفت المشهد الانتخابي بأنه نفاق من طرفين. ست سؤالي حضرتك سألتي عن قضيتين، الأولى التأكيد التقني أن المفوضية تحاول أن تعطي انطباع أنها قادرة على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وخالية من التزوير، ووقائع الأيام الأخيرة أثبتت عكس ذلك بالأخبار اللي تتحدث عن مرشح مشتري 10,000 بطاقة الوحدة ب200 أو ب300 دولار، وحديث عن إمساك شبكات متخصصة بالتزوير، وحديث الدكتور أياد علاوي قبل أيام وموجود هذا أيضا بإمكان السادة المشاهدين يشوفوه، يقول زارني سيد الكاظم عندما كان مدير مخابرات وأخذ وياه واحد هكر وخلال 3 دقائق استطاع أن يخترق المنظومة ويغير نتائج الانتخابات. هذا فيما يخص الجانب التقني. قضية الرعاية الأوروبية والدولية للانتخابات، أنا بتقديري الشخصي أن العالم ودول الجوار لا تحلم بوضع سياسي أفضل من الموجود حاليا. الوضع موجود في العراق الآن، القائم في العراق هو خادم وأنتج نتائج ممتازة جدا لدول الجوار وللعالم، فليش هم يكونون حريصين على أن يكون تغيير؟ بلد أبوابه مشروعة، مشرعة للآخرين، يستورد فجيل، يصدر نفط ويشتري من دول الجوار، هاي يشتري منها كهرباء، وهاي يشتري منها الأمن، وهاي يشتري منها يعني ما يحتاجه من ولا ينتج شيء، وباقي يعني على هالوضع الكل مستفيدة، فليش يحرص المجتمع الدولي على إجراء تغيير حقيقي بالعراق؟ هو هذا هو الوضع الأفضل، هم سووا فوضى خلاقة أنتجت أوضاع خلاقة للآخر مو للعراق. العراقي صار 18 سنة يدفع ثمن ما يجري. في تقديري المجتمع الدولي غير جاد على أن تكون هناك إزاحة في المشهد السياسي العراقي، مع التأكيدات إذا لاحظنا التصريح الأخير للرئيس بايدن هو يشترط أو يطلب أن تكون الانتخابات شفافة وعادلة حتى تحظى بدعم الولايات المتحدة. أكو تلويح من المجتمع الدولي أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تلغى وقد يصار إلى إعادتها، وهذا قد يجيب عن سؤال مقدمة حضرتك، لماذا هذا الأدب العالي؟ لماذا هذا الهدوء بالفعل بين المتنافسين؟ هل وصلهم خبر أن الانتخابات القادمة ربما تؤجل يعني تلغى نتائجها؟ وتحديدا في هذه النقطة المستغرب اللافت حقيقة للانتباه ما يتعلق بقضيتين مهمتين، الأولى تتعلق بهذا الهدوء الذي لم نعهده من قبل، وثانية تتعلق بالبرامج الانتخابية للمرشحين. هناك غياب تام إلا اللهم بعض الاستثناءات البسيطة لبرامج المرشحين، يعني وبالتالي نتساءل من خلالك ما السبب في ذلك؟ يعني ضبط المشهد أو إيقاع المشهد الانتخابي بين الكتل المتنافسة، بعضها بسبب تدخلات خارجية دول إقليمية هي مسؤولة عن هذه الكتلة أو تلك وبالتالي طلبت التهدئة، والبعض الآخر الكتل المتنافسة فيما بينها أدركت حقيقة أنه تهديدها وصراخها ضد بعضها والشتائم المتبادلة ستذهب بخدمة كتل صغيرة أخرى أو مرشحين مستقلين، فصار أشبه باتفاق جنتلمان أو بناء على دعوات من أطراف ترتبط بعلاقة مع هذه الكتلة وتلك، فصارت أكو دعوات إلى التهدئة وإلى عدم. وبعدين يعني معظم الكتل، حتى ما أقول كلها، معظم الكتل بيها مرشحين عندهم بلاوي، عندهم فضائح. إذن هو تغيير في التكنيك لا أكثر، يعني حارس مخزن مال ذرة. نعم ذلك، لا يعني واحدة من الكتل عندها حارس مال ذرة عند اليوم مصرف ب100 مليون دولار بعمان، فبالتالي يعني الكل حاول أن يبتعد عن هاي النقطة، حتى لأنه خلي نستر على بعضنا بالضبط، غطي لي وغطي لك، وهذا جانب مهم. والجانب الآخر يبدو أن الكثير من الكتل السياسية استشعرت أن المرحلة القادمة أو انتخابات 10/10
ليست بالضرورة محطة حاسمة لإنتاج عملية سياسية جديدة، قد يسبقها شيء وقد يأتي بعدها شيء يلوح في الأفق الإقليمي والدولي كثير. نعم. شكله أكو استشعارات شكله ذلك الشيء. نعم. أستاذ أعتذر منك أستاذ عبد الجبار، لكن شكله ذلك شيء يعني الذي توحي به المعطيات حتى الساعة، يعني وهل هو يبدو ليس بعيدا عن الحسبة الإقليمية تلك المتعلقة بالدور الصيني والاتفاق النووي الإيراني وما إلى ذلك؟ هو مشكلة الانتخابات العراقية في توقيتها أنها جاءت في وقت لم تكتمل فيه الطبخة الإقليمية والدولية. اليوم الصراع الأمريكي الصيني على أشد، وما حصل مؤخرا من الاصطفاف الأمريكي البريطاني الأسترالي كان واضح، وإلغاء الصفقة الفرنسية. هذه قصة متعلقة بالصراع الأمريكي الصيني بشكل واضح. الدور اللي حاولت أوروبا تلعب عبر فرنسا في العراق، الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة أيضا لم يحسم، الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، التحرك الإسرائيلي في المنطقة، مجموعة عوامل تهدد استقرار الحركة القادمة بالمشهد السياسي العراقي المتأثر كثيرا بما يجري في المنطقة. ما لنا علاقة بمن يحاول أن يظهر العراق بمظهر القادر على أن يلعب دور إقليمي كبير ويقرب وجهات النظر، هذا كلام يعني كلام شو إعلام. حقيقة الأمر أنه أكو بعض الطروحات من منظمات أممية مهمة تقول إذا تجاوزت نسبة التزوير نسبة معينة قد تكون 5% ربما سيصار إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. البعض الآخر يلوح إلى أنه قد يشهد العراق سيناريوهات لها علاقة بحكومة إنقاذ أو غيرها. نعم. حديث موجود من هذا النوع، لذلك تأتي الردود من مثلا قادة الحشد يقولون الحشد سيكون هو الذي ليس هو حديث أو يعني مستهلك أيضا مع كل انتخابات. أستاذ عبد الجبار، هو حديث بالتالي يعني يتكرر مع كل انتخابات، وشهدنا مثل هكذا حديث في انتخابات 2018. الفارق صحيح، أنا أتفق معك تماما، الفارق أنه هذه المرة الطبقة السياسية على الأقل اللي موجودة بالمشهد وتقود أدركت أنها لم تستطع خلال الأربع سنوات الماضية أن تقدم أي شيء، وهي تتراجع وجمهورها يتناقص وهناك تلويح بالمقاطعة الشعبية الكبيرة. لذلك هي تحاول أن تقدم لجمهورها مو وعود اقتصادية لا بالرفاه ولا بالرخاء ولا بإيجاد فرص عمل ولا إيجاد خدمات أفضل، تحاول أن تلوح بالتهديدات في المنطقة، قد يحصل كذا وقد يحصل كذا وقد يحصل انقلاب، لذلك يجب أن يكون هناك مشاركة. أكو فرق بين أحزاب تتنافس فيما بينها برؤى اقتصادية واضحة، برامج يتحدثون مع جمهورهم عن التأمين الصحي وعن الضمان الاجتماعي، وبين كتل تخوف جمهورها ترى إذا ما انتخبتوا فلان تصير منطقتكم. هذا يعني هذا يعكس إفلاس المشهد السياسي العراقي العام. نعم. ولذلك تأتي أجواء الانتخابات متأثرة جدا بما يحدث في المنطقة وفي العالم عموما. نعم، طرحت قضية مهمة جدا يعني تتعلق بمدى التزوير المتوقع في هذه الانتخابات، وإذا ما تجاوزت نسبة التزوير 5% يعني ولا ندري يعني حقيقة صحح لنا النسبة إن كانت خاطئة، يعني سيصار بالتالي إلى سيناريو جديد يختلف تماما عن السيناريوهات المطروحة. هل هذا أيضا ينسحب أستاذ عبد الجبار على نسبة المقاطعة لهذه الانتخابات؟ هو شوفي ست سعود، مو بس نسبة التزوير هي اللي مهددة، الحقيقة هناك أشياء مسكوت عنها بالمشهد. التنافس بين الممثل أو الأخ الأكبر، الكتل الشيعية الكبيرة اللي تتنافس فيما بينها على قضية رئاسة الوزراء. المشهد صاير بالشكل التالي، كانوا العرب يختارون، السنة العرب يختارون رئاسة البرلمان ويقدموهم كمرشحين، والكرد يختارون رئاسة الجمهورية، والأخوة الشيعة يختارون رئاسة الوزراء. الآن صارت الكتلة السياسية الشيعية الأكبر هي المتحكمة بكل المناصب. المشكلة الحقيقية الآن أن الشيعة لم يتفقوا كطبقة سياسية على مرشح أو اثنين، أكو حد فارق كبير بين مزاجين، مزاج يذهب باتجاه أن تكون رئاسة الحكومة القادمة صدرية، هسه صدرية قح أو مرشح صدري، هذا يتم الاتفاق عليه.
والمزاج الآخر رايح باتجاه دعم السيد المالكي وعودة السيد المالكي بقوة. هذا المزاج إذا طلعت النتائج باتجاه واحد من عندهم، الآخر يلوح أنه سينزل إلى الشارع لأنه لن يسمح. هذا الحديث داخل الكواليس السياسية الشيعية، لن يسمح أن تكون رئاسة الحكومة لهذه الجهة والكتلة الأخرى تقول هذا استحقاق. وبالتالي إحنا أصلاً مقبلين على مشهد محتدم جداً حتى بعد إعلان النتائج. على من هذا التخوف ربما يصار إلى إعادة الانتخابات كواحد من الحلول. حتى نستثمر وجودك معنا أيضاً يعني وابس يعني انتقالة أو التفاتة سريعة إلى الضغط العشائري أو الدور العشائري في حرية التعبير أستاذ عبد الجبار، ويعني كيف يبدو لك في ضوء التنافس الانتخابي؟ أنا أفهم أن شيخ العشيرة كواجهة اجتماعية مهمة تضبط إيقاع المشهد الاجتماعي بالعلاقات الاجتماعية. هو ليس واجهة سياسية، ولكن بسبب الأحداث في العراق وحاجة شيوخ العشائر في مناطقهم إلى وجود داعم سياسي يحللهم مشاكلهم، خاصة بالمناطق المضطربة أمنيا، المناطق اللي تشهد تواجد أكثر من نوع من الجيوش، أكو جيش، أكو حشد، أكو فصائل، أكو غيرها. الشيوخ العشائر بهذه المناطق محتاجين إلى دعم سياسي. لذلك بالانتخابات ما يأخذ الشيخ دوره ويقول أنا شيخ عشيرة سأقول لعشيرتي انتخبوا من تجدوه مناسبا، هذه أصواتكم وأنتم أحرار بها. يذهب إلى الاصطفاف لأنه يخاف مستقبلا إذا دعم جبار وجبار فاز ما راح يدعمك شيخ عشيرة. وهذا الرهان وربط المشهد الاجتماعي العشائري بنتائج الانتخابات أوجد نوع من الشقاق حتى داخل المكون الواحد، داخل العشيرة الواحدة، داخل العائلة الواحدة. أكو مشاكل حقيقية وجدية موجودة الآن في عشائر كثيرة في العراق بسبب وجود مرشحين من نفس العشيرة، أكو اتفاقات صارت، صار أكو شيوخ العشائر يستخدمون تقنيات سياسية لتصفير المشاكل داخل العشيرة. هذا يقولوا له انسحب، وهذا يعوضوه، وهذا يقولوا له لك منصب تنفيذي. فانتقل المشهد السياسي من قبة البرلمان، وصلنا إلى مضيف العشيرة حتى يعني نحل المشاكل. قد أدلينا بصوتنا إليه الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الجبار المشهداني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. إذن تناولت الصحافة العراقية اليوم موضوع المحاكاة الثالثة ونجاحها والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المعوقات التي تهدد سلامتها. نبدأ بجريدة الصباح التي سلطت الضوء على إشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على المحاكاة وتصريحاته بخصوص استعدادات يوم الاقتراع والسعي نحو انتخابات تعبر عن خيار الشعب. الكاظمي قال بأن العراق على بعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، معربا عن ثقته بأن تكون تلك الانتخابات سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل، مضيفا أن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات، كما حذر في الوقت نفسه من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراضي، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها. نستنتج من كلام الكاظمي بأن نجاح الانتخابات هو عمل تكاملي بين الحكومة، المفوضية، الكتل السياسية والمواطن، وأن ما على المفوضية والحكومة قد تم إنجازه، وما تبقى هو التزام الكتل والمرشحين، وهذا لا يمكن ضمانته، وكذلك يبقى عدم انجرار المواطنين نحو بازار الأصوات والمساومات. نفهم أيضا أن المتعلق بإجراء الاقتراع تم الاستعداد له، أما نجاح الاقتراع فإن فيه اعتماد كبير على المجتمع سواء بالمشاركة الفاعلة أو المشاركة النزيهة بلا بيع الأصوات والضمائر. جريدة الصباح الجديد حقيقة تركت الجانب الفني اللوجستي، ركزت هذه المرة على الجانب الأمني في عنوانها الرئيس: العمليات المشتركة، إجراءات احترازية وخطط موحدة لتأمين الانتخابات في البلاد. تقول الصحيفة نقلا عن العمليات المشتركة:
إن القيادة العسكرية جادة في تطبيق الخطة الأمنية والتعامل بحزم وقسوة مع أي محاولة للإساءة للانتخابات، لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى الجهات الخارجة عن القانون ومن يحاول استخدام السلاح خارج إطار الدولة، وأن الخطة الأمنية ستعتمد فرض أطواق أمنية لحماية المواطنين والمراكز الانتخابية للوصول إلى اقتراع آمن للمواطن، مبينة أنها كما وضعت آليات طوارئ للتعامل مع أي خطر قد يحصل. لكن هل يقتصر الأمن الانتخابي على عملية الاقتراع؟ نعم، القوات الأمنية مشكورة تقوم بما عليها، ولكن هناك معوقات أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية أشار إليها رئيس الوزراء في التصريحات التي اطلعنا عليها قبل قليل. تلك المعوقات قادتنا حقيقة إلى صحيفة المدى للحديث عنها في أكثر من ركن وفي صفحات مختلفة. فمثلا تذكر المدى هنا وفي عنوانها: الرئيس حزب في الأنبار ينفق نصف مليار على مكاتب ترويج وعقود تعيين على الوقف السني والكهرباء، شراء بطاقات وتسعيرة للأصوات وعقود تعيين مريبة، بل وحتى إقصاء وتهديد للموظفين من خلال استغلال المناصب والنفوذ السياسي. كل هذا أوردته صحيفة المدى في تفاصيل تحقيقها الذي يتحدث عن المحافظة كمثال على حالات تجرى في عموم العراق تمارسها الأحزاب والشخصيات المتنفذة، وهو ما يهدد سلامة الانتخابات ونزاهتها. لم تقف المعوقات عند هذا الحد، ففي صفحة أخرى تتحدث حقيقة المدى عن معوق آخر أمام حرية التصويت، العشائرية تضغط على حرية التعبير في المعركة الانتخابية. تحت ذلك العنوان تقول الصحيفة إن حرية التعبير عن الرأي تتعرض لضغوطات عشائرية تمنع النشطاء والمواطنين من إبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم على المرشحين في المجتمعات العشائرية، كما هو الحال في بعض مناطق محافظة ميسان، كما تبين المدى نقلا عن مواطنين أن أسبابا عديدة وراء التقييد المجتمعي لحريات التعبير عن الرأي في القضايا السياسية عامة والانتخابية خاصة، حيث يتم تفعيل الضغوط العشائرية المصالح الفردية لحماية المرشح من الانتقادات عبر ممارسة الضغوط وربما التهديد. بالمناسبة يا ليت أن الضغوط العشائرية تنتهي عند منع انتقاد المرشحين، فهي تتعدى ذلك إلى فرض التصويت لمرشح معين دون غيره، وهو ما ذكره في البداية الأستاذ عبد الجبار. وبهذا الشكل ضمن عدد من السياسيين مقاعدهم، فبدلا من شراء الأصوات يتم شراء التأييد العشائري، الأمر الذي يكسبه العدد المطلوب للوصول من خلال الترشح عن منطقة يتحالف مع شيوخ عشائرها الذين يفرضون على أبناء عشيرتهم التصويت لهذا المرشح أو ذاك، بل وحتى محاربة خصومه وتقييد حرياتهم في حملاتهم الانتخابية. وبالأخير لا يمكن القول بأن المشكلة تقتصر حقيقة على النظام السياسي، فالنظام الاجتماعي هو الآخر بحاجة للإصلاح. أما بالنسبة لسؤال حلقتنا لهذا اليوم، هل تعتقد بأن الإجراءات المتخذة لسلامة يوم الاقتراع كافية لضمان نزاهة الانتخابات؟ ونبدأ مع منصة تويتر كما تتابعون معنا: نسب 23% أجابوا بنعم و 76% أجابوا بلا. أما بالنسبة لمنصة اليوتيوب كانت النسب كالآتي: 10% أجابوا بنعم بأن الإجراءات المتخذة لسلامة يوم الاقتراع يرونها كافية لضمان النزاهة، بينما لا يرى ذلك 90%. وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الحدث، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. ما أبقانا الله وإياكم، تحية لكم في كل مكان ودمتم بحفظ الله.